الشقاوة ده يا حسين دايما على بالي يا درش عاش من سمع صوتك انا قلت نسيتنا يا غالي يا امي انا جاي اخبار الفطار بقى ايه جاهز وتماما انا عملت اللي قلت عليه يلا يا رجالة انجلوا ايوة انا معاك من كل اصحابي وحبايبي صوتك بس اللي ناقصني يا حبيبي كأني مستني حسيت انك حاطط لوني يا بروكاليك وحشة فاكر ولا نقول تاني مكفيها رمالي يعني يا عم ارحمني وانساني نتسحر فين انا وجوزك خلاص واقعين طب هات اخوك وتعالى نبقى نشوف هنسهر فين عيلتك اهم حاجة في حياتك مهما الدنيا خدتك منهم هنوصلك بيهم Vodafone. قوتك